قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب للمتهمين، وحددت جلسة 2/3/2020 للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. وهكذا بات الثاني من مارس موعدا مرتقبا لمعرفة مصير 36 متهما قاموا بارتكاب 54 عملا إرهابيا في القضية المعروفة بأنصار بيت المقدس، والذي يأتي على رأسهم الإرهابي هشام عشماوي. رتبتك؟ رايت في الجيش. هشام علي عشماوي مسعد، ضابط سابق في سلاح الصاعقة، فصل من الجيش المصري عام 2012، ويعد أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين في مصر، وتعد خطوة القبض عليه ضربة موجعة للمتطرفين، حيث يعد صيدا ثمينا للكشف عن أسرار الجماعات الإرهابية داخل وخارج مصر. وكانت القيادة السياسية المصرية في أكتوبر الماضي قد أكدت أنها ستقوم بمحاسبته على خلفية ما ارتكبه من جرائم. يا ترى الفرق بين هشام عشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ نقدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ عشماوي الذي لطالما تلوثت يداه بدماء الأبرياء تتم محاكمته على خلفية الأعمال الإرهابية التي ثبت تورطه بها، والتي أدت لاستشهاد المئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، ومن أبرزها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013، بجانب تهمة التخطيط لتنفيذ مذبحة كمين الفرافرة عام 2014. ويواجه أيضا تهمة اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015، والإعداد لاستهداف الكتيبة 101 حرس حدود، وكذلك استهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا. وكان الهجوم على دورية أمنية عام 2017 آخر عملياته قبل هروبه إلى ليبيا. وفي 8 أكتوبر عام 2018 قام الجيش الوطني الليبي باعتقاله بمنطقة درنا شرقي ليبيا، ومن ثم تسليمه إلى السلطات المصرية بعد أن سخر لسنوات خبراته العسكرية في تنفيذ الأعمال الإرهابية. حاتم قناوي، القاهرة الآن، الحدث.